بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إخواني الكرام، فهذا هو الدرس الثالث أو المحاضرة الثالثة من سلسلة أعراض إصابة الحسد. المتن: وهي بالسعال تخرج من صدره بوصفة كي تمعج، تمعج أي تسرع. الشرح: وهي أن عقد الحسد، وذلك لأنه سبحان الله وكأن الحسد لما يخرج من النفس وكأنه خرج من الصدر ليستقر كذلك في صدر المحسود. فالحسد ينتج من خلال تحرق القلب، ومن خلال يعني تحرق القلب وتكيف النفس في الصدر، وبالتالي يخرج هذا الحسد ليستقر كذلك من جديد في صدر المحسود في ذلك المكان، فيسبب له مشاكل في الصدر مثل ضيق في الصدر، وخاصة بعد صلاة العصر، وربما نبضا أو أخلاط بلغمية، وهذا بسبب تواجد تلك العقد التي أعطاها لنا الحسد. ولذلك لما نعطي المحسود وصفة استفراغ، بل أحيانا من غير إعطاء وصفة، وإنما فقط في جلسة الرقية، لما نشرع في الرقية بنية قلع الحسد، وبعد أن نقطع شوطا يشرع المحسود في السعال، مثل ما يحدث للمعيون أثناء الرقية لما يشرع في التثاؤب، ومن خلال السعال ومن خلال السعال يأتيه القيء، فيحسن أنه فيحس أنه يتقيأ من صدره. وفعلا فإن هذا القيء يخرج من صدره، ولكن في بعض الأحيان قد يتعذر علينا إخراج العقد أو الخلط الكامن في الصدر على شكل بلغم متيبس متصلب أو غير متصلب، كما سنبينه عبر شرح الأبيات القادمة إن شاء الله تعالى. لذلك نعطي هذا المحسود وصفة استفراغ لتسهل علينا إخراج ذلك الخلط المتحجر وتلك العقد في الصدر. وهذا هو معنى قولي بوصفة كي تمعج، أي نعطي المحسود وصفة ملائمة بعد يعني الرقية وتهيج الخلق، نعطيه وصفة كي نسهل ونسرع في إخراج تلك العقد والأخلاط من الصدر بسبب إصابة الحسد، وبذلك نكون قد تمكننا من قلع إصابة الحسد من تلك المنطقة، وهي أهم منطقة، منطقة الصدر، والتي عند تراكم وتواجد العقد يجد من خلالها القرين منفذا لإيصال الوساوس إلى صدره، والشكوك والأفكار السوداوية والسلبية إن صح التعبير. ومن هنا قد يجد القرين منفذا وطريقا وسبيلا لتسلطه، والله المستعان. وإذا ما تعالج المحسود سلم من بلوغ هذه المرحلة المتطورة من إصابة الحسد، يقول جل شأنه: ومن شر حاسد إذا حسد، ويقول: ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا كان كل الناس يمكن أن تصل هذه الوسوسة إلى صدورهم، فإن المحسود هو أكثر عرضة لتعرضه للوسوسة وللأزمات النفسية، والله المستعان وعليه التكلان. المتن: غثيان، وهو الرغبة بالقيء، غثيان وهو الرغبة بالقيء ثم الوسوسة. الشرح: ومن أعراض الحسد الغثيان. تعريف الغثيان: هو الرغبة في القيء، بمعنى الشعور بحاجة للتقيؤ. أما التقيؤ وهو الذي نعبر عنه بالاستفراغ،
ففي كثير من الأحيان يجد المحسود الرغبة في القيء، وخاصة عند الاستيقاظ صباحا، وربما ردف ذلك بحصول القيء فعلا. ففي كثير من الأحيان نجد المحسود يسهل عليه القيء، ويسهل عليه القيء خاصة عندما نعطيه وصفات استفراغ، بخلاف بعض حالات إصابة السحر الذين يجدون صعوبة في حصول القيء، وربما صعب ذلك اختناق وضيق صدر، وخاصة لما نجد هذا المحسود يشكو من صداع في الرأس سواء أن كان نصفيا أو متنقلا. ومما يدل على تواجد تلبكات في فوهة المعدة وتجمع لبعض الأخلاط التي تبحث عن مخرج لها ومنفذ ومتنفس، مما يدل على تواجد تلبكات في فوهة المعدة وتجمع لبعض الأخلاط التي تبحث عن مخرج لها ومنفذ ومتنفس. ولما تتصاعد تلك الأبخرة الرديئة إما من المعدة أو من الصدر قد تسبب تعكر في مزاج المحسود، وربما أحس المحسود بشيء من ضيق الصدر والضيق العام والقلق، مما يزيد من وتيرة من الشعور بالقيء مما يزيد من وتيرة الشعور بالقيء والرغبة في حصول القيء. فالعوامل الجسدية والسلوكية كلاهما يتفاعلان ويكونان سببا في حصول القيء. فلو أن شخصا ولو كان سليما وفي حالة طبيعية، فإنه بمجرد أن يشم الروائح الكريهة أو يرى شيء يعافه ويتقزز منه، ربما مباشرة يجد رغبة في القيء، لأن ذلك المشهد وتلك الروائح عكرت مزاجه، مما أرسلت رسائل إلى الدماغ والجهاز العصبي، فتتحول لنا إلى حصول رغبة في القيء لا إرادية، وهذا يعود كردة فعل طبيعية. فكذلك إصابات الحسد وعقده وأخلاطه وتأثيره على الغدد والدماغ والأعصاب، وينجر عنه من تراكم الأخلاط رديئة ومشاعر سيئة كلها أو بعضها تعطينا هذا العرض، وهو الشعور بالرغبة في القيء، وهو الشعور بالرغبة في القيء، وهو ما يعرف بالغثيان. وربما صعب ذلك، وخاصة لما يكون هذا الحسد يخدمه شيطان الحسد أو شيطان السحر يتقوى بالحسد، فإنه قد يجد مع ذلك الغثيان شيء من التخدير، وخاصة في الشق الأيسر من الجسد، وربما أكثر من ذلك أن يجد كذلك بعضا من النبض والصداع النصفي والمتنقل وغير ذلك. وكما تعلمنا أن إصابة الحسد التي هي نار تتأجج تصدر من نفس الحاسد لتصيب المحسود، فإن تلك الحرارة ومخلفاتها نجدها ظاهرة على جسد المصاب، وما يصحبها من تبعات من اختلال في وظيفة الكبد وجفاف في البشرة وغير ذلك. ولذلك دائما نسعى إلى إعطائه ما يساعد على ترطيب الجسد وتبريده. ضف إلى ذلك ما قد يتعرض له بعض المحسودين من حصول الوسوسة الزائدة والأفكار السوداوية والقلق والأزمات النفسية مثل الكآبة، كل هذا يزيد من حدة التعرض للغثيان، والذي هو حصول الرغبة في القيء. ومن أجل الحد والتقليل من هذا العرض، وهو الرغبة في القيء والغثيان، حبذا لو شرب من يجد ذلك كوب من ماء مرقي وعصير الليمون وكذلك شاي البابونج والزنجبيل. فمثل هذه الوصفات قيدها أخي فمثل هذه الوصفات قيدها أخي المعالج، ويمكنك أن تنصح بها في بعض حالات وإصابات الحسد الذي يشكو من حدوث هذا العرض عندهم، مع ما تقدمه لهم من علاجات ورقى وتوجيهات وبرامج علاجية. ملاحظة،
فالغثيان الذي تكلمنا عنه هو ذلك الذي يكون سببه إصابة الحسد، ولذلك بعد الغثيان من أعراض، ولذلك قلنا يعد الغثيان من أعراض الحسد. ولم نذكر أنه ثمة أسباب طبية قد تسبب الغثيان، مثل ما قلنا بعض العوامل النفسية، وكذلك بعض الأمراض مثل الفتق في المعدة إن صح التعبير، وكذلك مثل ما تجده بعض النساء وخاصة عند الأيام الأولى من الحمل، أو بسبب تناول وتعاطي بعض الأدوية الطبية والعقاقير العلاجية. والذي يهمنا نحن هو ذاك الغثيان الذي له علاقة بإصابة الحسد والإصابة الروحية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.